كنمشي رد فعل تصرف غير قانوني. حنا الدراري راه غادي نسجلوا ملي كنمشي لشي حاجه. حنا الدراري في وقت ما كان اجي حتى شي واحد ولا لا لا بغاو يدخلوا معنا في شي حاجه ماشي من النيفو ديالنا. عفاكم ما تدخلوش شي حاجه اللي ماشي هي الحاجه اللي خرجنا عليها اللي هي نطلعوا في الحقوق ديالنا. وان شاء الله كل شيء يكون على ما يرام. ولا كان شي تدخل من الاطراف الاخرى احنا ما غندخلوش معاهم في صراع. غنوضوا وغنعاودوا نتلاقوا في الوراء اخرين ندافعوا على المطالب ديالنا. هذا ماشي نهار الاخر ومع الوصول مع الوقت وهاد الاعتصامات وهاد الاضرابات توصلوا الحقوق ديالنا ان شاء الله. بالإرادة ديالنا قبل كل شيء وماشي ديال الهضرة الخاويين ديال اللي كاينين كيوجهونا ولا شي حاجة أخرى. شكرا. الاعتصام حق مشروع. لا تراجع لا خضوع. الامور توصل لواحد الامور اللي كتاسفوا لها راه البارح كان بينا تاسفنا داكشي اللي شفنا وقع اخواتنا في الرباط. حنا اليوم نوجهوا واحد الرساله للمسؤولين في السلطه ولا المسؤولين في وزاره التعليم العالي باللي حنايا ما مفكينش معاهم وباللي حنايا غنبقاو صامدين وما غنستسلموش للضغوطات اللي كينفذوا علينا. راه خمسة الامتحانات اللي تمت برمجتها تمت مقاطعة بأكثر من 94%. راه هادي واحد الحاجة ماشي عادية. راه خصنا نجبرو ونعرفو شنو كنعرفو في هاد المرحلة هادي. أهم حاجة هي أن الرسالة ديالنا تكون وصلت للسلطة باللي حنايا ما مفكينش معاهم. Thank you.
ساك ما كاينش مشكل، حنا المهم هو انه ميساج وصل، هو المهم هو انه ميساج وصل، كل واحد يقول شحال كامل شحال دابا، لا لا، شحال كامل شحال دابا، قلت لكم مشيتوا للوالا غنسمعوكم حنايا، لا واحد بغى يبقى هنايا، الله يعرف.